نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم التي تقام بالجولة 26 من الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة اليوم الاثنين 4 مارس 2019، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية، كما تقام على ملعب بيترو سبورت. واستبعد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي 16 لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة بتروجيت الاثنين، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. واستبعد لاسارتي كل من شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال وعمرو السلية بسبب الإصابة، وباسم علي ومحمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد شريف وأحمد علاء وإسلام محارب لوجهة نظر فنية وسعد الدين سمير للإيقاف. واختار مارتن لاسارتي قائمة تضم 20 لاعبا من بينهم وليد أزارو وأحمد فتحي لأول مرة بعد تماثلهما للشفاء بعد غيابهم فترة اقتربت من الشهرين بسبب الإصابة. والعشرين لاعبا في القائمة هم في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق، في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وأحمد فتحي، خط الوسط هشام محمد وكريم ندفد ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وحمدي فتحي، خط الهجوم مروان محسن وليد أزارو وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو داكوستا. وسوف تنقل البث المباشر لمباراة الأهلي وبتروجيت اليوم قناة النيل للرياضة على تردد 11843 واستقطاب أفقي على القمر الصناعي نايل سات، وقناة أون سبورت اتش دي على تردد 10853 على استقطاب أفقي على القمر الصناعي نايل سات. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات الناقلة لها.